ثوره 23 يوليو عام 1952، ودايما احنا عارفين الثوره دي نظمها الضباط الاحرار. تمام كده؟ وتنظيم الضباط الاحرار ده اساسه جمال عبد الناصر، وعباره عن مجموعه من الضباط الجيش المصري اللي نظموا صفوفهم في سريه تامه، كان لهم هدف وهو القيام بثوره للقضاء على الفساد وتحرير واستقبال مصر من الاحتلال البريطاني. طيب الناس دي كان ليها عوامل ساعدت على قيام الثوره، اهمها واحد استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخليه. تاني حاجة بسبب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، فساد النظام البلدي، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، وسوء طبعا الأحوال الاجتماعية. من كل دي عوامل هامة لقيام ثورة 23 يوليو. طب كان الناس دي ليها أهداف، طبعا ليهم أهداف، ست أهداف زي ما احنا عارفين. ثلاث أهداف هي القضاء، عايزين يقضوا على حاجات معينة وإقامة حاجات معينة، عايزين يقضوا على الاستعمار وإعوانه، عايزين يقضوا على الإقطاع، على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، عايزين إيه؟ عايزين يقيموا جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة. طب عملوا إيه؟ قال في صباح يوم 23 يوليو 52 اتحرك الضباط الأحرار دول بزعامة طبعا جمال عبد الناصر، وسيطروا على المواقع المهمة في القاهرة واسكندرية، واعتقلوا كبار الضباط والمصريين القدامى في الجيش المصري طبعا اللي كان للأسف اتسموا بالفساد، وأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة هذه القوات اللي هو قوات الضباط الأحرار. وفي صباح يوم 23 يوليو الساعة 7:30 الصبح بالظبط أذيع البيان الأول للثورة في دار الإذاعة المصرية باسم اللواء محمد نجيب، وكان في الوقت ده هو القائد العام للقوات المسلحة، بصوت مين؟ بصوت محمد أنور السادات. طب وبموجب البيان ده هو أصبح اللواء محمد نجيب مسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري. كان لهم طبعا بعض المطالب، إيه هي مطالبهم؟ أول حاجة إن يتنازل الملك فاروق عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني اللي كان في الوقت ده طفل. تاني حاجة مغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو. ونتيجة الضغط وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد هو وأسرته قبل الموعد اللي تم تحديده. ليه طيب وافق؟ لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهوا حكمه، بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه، بريطانيا في الوقت ده اتخلت عنه. طيب نتيجة الثورة دي كان ليها بعض الإنجازات الهامة، قدرت تنجح في تحقيقها في جميع المجالات، سواء المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، أو حتى في المجال العربي والدولي. طب بالنسبة للمجال السياسي، نجحت الثورة دي في إلغاء الدستور بتاع 23 يوليو، نجحت كمان في حل الأحزاب السياسية، وفي يونيو 1953 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتم تعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية، وتم توقيع اتفاقية الجلاء في أكتوبر 1954 نتيجة لهذه الثورة. وفعلا تم جلاء القوات البريطانية عن مصر في خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية. وفي يوم 18 يونيو 1956 تم رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 ساعة. وأصبح اليوم ده يوم الجلاء أو عيد الجلاء. وتم 1956 تأمين شركة قناة السويس البحرية، وأصبحت من اليوم ده أو من تاريخ ده 56 شركة مصرية بإدارة مصرية. طب بالنسبة للمجالات الاقتصادية سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، تم إنشاء حاجة مهمة جدا اللي هو السد العالي سنة 1971 بهدف حماية البلاد من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. طب بالنسبة للصناعة، قد اهتموا بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، واهتموا كمان بالبحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معاني تكليل البترول، إنشاء العديد من المصانع. طب بالنسبة للتجارة، تم فتح أسواق تجارية جديدة للمنتجات المصرية وتمصير البنوك. يعني إيه تمصير البنوك؟ جعلها بنوك مصرية وشركات تأمين، تمصير برضو شركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. طيب بالنسبة للمجال الاجتماعي، اللي تم القضاء على الإقطاع بموجب حاجة اسمها قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، وده كان القانون الأول، لأن تم تعديل القانون مرة أخرى حتى أصبح تحديد الملكية الزراعية للفدان بخمسين فدان، ده زاد من تملك الفلاحين الأراضي. بالنسبة برضه للمجال الاجتماعي، مجانية التعليم، إقامة وحدات صحية واجتماعية وجمعيات زراعية، وتم تحديد ساعات العمل.
واشراك العمال في مجالس اداره الشركات والمصانع وتحديد نسبه لهم الارباح، اصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين، واخر حاجه منح المراه حق الانتخاب والترشح لمجلس الامه. يعني المراه بقى ليها حق ان هي تكون في مجلس الشعب اللي هي مجالس النواب حاليا، الكلام ده 1956. طب بالنسبه للمجال العربي والدولي، استطاعت الثوره دي مساندة الدول العربية وبعض الدول الأفريقية لنيل الاستقلال زي السودان، الجزائر، تونس، المغرب، الكويت، العراق واليمن وكمان كينيا. تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، تحقيق أول تجربة عربية للوحدة بين مصر وسوريا 1958، كسر احتكار السلاح بعقد اتفاقية صفقة الأسلحة الشرقية، ومساهمة المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز، وبكده ظهر دور مصر الرائد مع الهند ويوغوسلافيا سابقا، بالإضافة إلى كمان إندونيسيا اللي تم عقد بها مؤتمر داندونج 1955.